أزمة المستكلب. مرحبا أودي، أنا مشغول حاليا، إنني أحضر الآن اللازانيا المزدوجة بثلاثة أنواع جبنة واللحم لعيد ليز. هيا لا تقف عند قدمي، سأعطيك عظمة لك. حسناً، لنأخذها. العظمة يجب أن تكون أفضل من البارحة، وإلا غداً أحضر المزيد من بسكويت الكلاب الذي أحبه. أكاد أنتهي. ضمن أخبار أخرى، سيحدث اصطفاف نادر للقوى الكونية. البروفيسور هارلو فون فرانز يشرح لنا. أعرف هذه الرائحة، أعرف هذه الرائحة وأحبها. نعم، نجم الكلب سيريوس المعروف بألفا كينس ماجر، في موقف فريد بالنسبة للنجم كانوبوس. إنهما في اصطفاف غير مسبوق مع القمر. أيكون لذلك تأثير غريب على الكلاب في هذا الكوكب؟ تؤثر على الكلاب الغبية فقط. الكلب لا يتمتع بالذكاء أبداً، إنه يتأثر بها. حسناً، ماذا لدينا هنا؟ لازانيا. انظروا جيداً يا رفاق، لن تبقى طويلاً. لا، لا تأكلها، إنها اللازانيا، علي أكلها، هذا ما أتقنه. إن هذه اللازانيا لحفلة عيد ليز، إن لمستها لن أطعمك حتى عيدها التالي. يجب أن يكون هذا معلوماً، أو الذي بعده، أو بعده أيضاً. حسناً حسناً، لقد فهمت سيد لطيف. سأتركها لتبرد قليلاً، لا تأكلها فحسب. هيا، أملك إرادة تردعني عن أكل اللازانيا؟ لا أملكها، بلى أملكها. ربما لا، لقمة واحدة فقط. حسناً حسناً، يوجد هناك لازانيا واحدة في العالم لن أكلها، يجب أن يحدث ذلك. أوه مرحباً، هل استمتعت بالعظمة أودي؟ حسناً، ستبرد اللازانيا ليلاً. سأقدمها باكراً. رائع، لقد ظننت أن غارفيلد سيلتهم اللازانيا، لكنه ردع نفسه وامتنع عن ذلك. لن آكل اللازانيا، لن آكل اللازانيا، لن آكل اللازانيا. لما لا أقنع نفسي؟ أكترف لتذمري معدتي، أنا لن آكل هذه اللازانيا. ما هذا؟ أودي، هل سمعت شيئاً هنا؟ لا أعرف ما الذي تسبب. اختفت اللازانيا لعشرة أشخاص، يا للهول، أنا أعرف جيداً من قام بأكلها. غارفيلد، ما هي الفكرة؟ غارفيلد، لقد أكلت اللازانيا لعشرة أشخاص. حقاً؟
أنا لا أذكر ذلك. قصدت ما قلته لك غارفيلد، فأنا لن أطعمك مجدداً، واضح؟ عمت مساءً. لكن أنا لم ربما أكلتها. إن الأمر لا يتعلق بالمشي، إنما بالأكل خلال النوم. آسف لأنني أكلتها ولم أعرف. ما كانت لذيذة. لقد قسوت على غارفيلد حين قررت عدم إطعامه مجدداً. سأخبره أنني سأطعمه بعد سنة أو اثنتين. غارفيلد، عدم إطعامك إلى الأبد فترة طويلة ليست فكرة جيدة. غارفيلد، كيف فعلت ذلك؟ غارفيلد، كيف فعلت ذلك؟ لا تقل لي إنك لست الفاعل. إن لم تكن الفاعل فمن هو؟ لعله الجرو. أرجوك لا تلقي اللوم دائماً على أودي المسكين. يعجز أودي عن أمر كهذا. لقد سئمت منك غارفيلد. آمل أنك أحضرت بسكويت الكلاب. حسناً، أين هو؟ ماذا؟ إذاً لم تحضر البسكويت؟ لقد حذرتك. لن تهرب مني بسهولة. حين أهاجمك بمخالبي ستطيع أوامري. أمسكت بك أيها الصغير. كنت أمزح بشأن البسكويت. تناوله كله. تناول حصتي إن أردت. لا أحبه. آمل أن التلفاز شغال. كما كنت أقول للجميع، اصطفاف النجوم الغريب والكسوف قد يحولان الكلب إلى مسخ متوحش. عجباً، أيحدث هذا لأودي؟ بالطبع، يحدث ذلك لكلب غبي جداً. قد يحدث ذلك لأودي. غارفيلد، أنا أدين لك باعتذار. لنبحث عن أودي بسرعة. أنزلني، أنا أشتاه. أشعر بأنني أعرف مكانه. أها، ها أنت هنا. هل أنت بخير أودي؟ علي اصطحابك إلى البروفيسور الوارد في الأخبار. اتصلت بالمحطة وأخذت عنوانه. إنه في سانتوري بوليفارد. ثمة مطعم بيتزا متوفر ليلاً في سانتوري بوليفارد. أوه لا، يأمرني الشرطي بركن السيارة جانباً. لما العجلة؟ إنه فعلاً سيصدق ذلك. إنه كلبي أيها الشرطي. نعتقد أنه يتحول إلى مسخ ضخم ومجنون. لا صدقني، قال البروفيسور على التلفاز إنه أمر ممكن. إنه يسكن هناك. أخفض الزجاجة الآن لأرى الكلب الوحشي. هيا. ذلك الجارو الظريف وحش. غارفيلد، أرأيت ما حدث؟ لا. هذه حالتك الأساسية أودي. على سبيل الحذر لنحضره إلى البروفيسور بأقصى سرعة ممكنة. عذراً لإيقاظك بروفيسور في وقت متأخر، كنا نخشى أن يتحول كلبك إلى وحش بسبب ترتيب القمر والنجوم.
أنا لا أعتقد ذلك، إنه مخلوق غير مؤذٍ تماماً. رغم أنه يبدو كلباً غبياً. قصدنا البروفيسور بسبب الخبر العاجل، ولكن ماذا لو كان صحيحاً؟ حتى لو كان صحيحاً لا يهم، اصطفاف النجوم الذي تسبب بالتغيير انتهى الآن، ولن يحدث حتى سنة 3459 الثلاثاء. إذن حلت المشكلة، هذا إن كانت موجودة. علي تعامل مع اصطفاف القمر والنجوم قد يسبب كسوفاً يؤثر على الهررة. الهررة؟ الهررة؟ نعم، لا تقلقوا، إن حدث سيؤثر على عدد صغيراً من الهررة. أي هررة بروفيسور؟ الهررة التي تستهلك الكثير من الطعام الإيطالي. سأرى إن كان مطعم البيتزا المتوفر ليلاً مفتوحاً. يوهو. تعرف على الأهل. إن أول مخترع لجهاز التحكم للمكنسة الكهربائية سينال تقدير الهرارة. أعرف أن الوقت مبكر، لكن أهل ليز سيزورونني، يجب أن يكون كل شيء مرتباً. أوه، لن أستقبلهم هكذا. ترى ما سيكون طباعهم الأول؟ انطباع صادق؟ أعرف أن أهل ليز سيراقبونني جيداً وسيحللون كل تحركاتي. جان، تقيأ حصان البحر على قميصك. أودي، الكلاب المهذبة لا تتوسل، لا يمكنك. أودي، لقد مسحت الأرض منذ قليل. سأنظفها لاحقاً. أين الكافيار الذي اشتريته يا ترى؟ حسناً، والآن اسمعني جيداً. مستقبلي مع ليز على المحك. حين يحضر أهلها عليكما أن تحسنا التصرف جيداً، ومن أجل أن أضمن ذلك ثمة مكافأة لكما. من يبذل أكبر جهد لتكوين انطباع جيد سيحصل على هدية مميزة. أودي، اجلب فرشاة التنظيف، سأنظفكما قبل وصول الضيوف. مستحيل، أفضل أن أبصق كرات الشعر على أن أتشارك الفرشاة مع كلب أجرب. سأنظف نفسي، شكراً. تصرف على طريقتك غارفيلد، لكن أودي سجل نقطة في فئة المجهود. أنت رائع أودي، أنت رائع. يا له من متملق. سأنام قبل وصول الضيوف كي أصبح أكثر جمالاً. عزتي، أبعد قوائمك القذرة عني. انزل عنها الآن، قلت لك انزل. ماذا يحدث في الخارج يا ترى؟ أنا سأخبرك. لقد وثب كلبك هذا علينا، اربطه إن كان لا يحسن التصرف. أودي، كلب سيء، آسف جدا لكل ما حصل، ادخلوا من فضلكم، سأنظف ثيابكم في الداخل. وأنت أيضا يا أودي. مرحباً جون، قميص رائع. ناقص واحد لأودي. إن المكافأة لي. لا يثب على الضيوف عادةً، لقد تحمس لمقابلتكم فقط لا غير. بالحديث عن الموضوع، لم أقدمك بشكل مناسب. أمي، أبي، هذا جون، جون، هذان والداي.
مرحباً، أنا السيدة ويلسون، لكن نادني بيتي. وأنا السيد ويلسون. تشرفت بلقائكما. حسناً، سوف أعرفكما الآن على كلبي أودي، وهذا هيري غارفيلد. يا له من هر سمين. ليز، عليك أن تصفي حمية للهير. لقد تشرفت بلقائكما. منزلك رائع جون، لكن تعرف يحتاج إلى لمسة نسائية. لا أعرف بشأن المنزل، لكن جون يعرف. لن تضرنا مساعدة إضافية في المطبخ. أخبرتنا ليز أنك رسام كاريكاتوري. صحيح، في الواقع أنا شخصياً أحب المهنة المحترمة، وطبعاً ليست الكتافهة، فأنا مدقق ضرائب. إنه تقدير الثاني بعد المتعهد. كلب سيء أودي. يحسن التصرف عادة. ناقص اثنين لأودي. تعالي أيتها المكافأة. تربية الحيوانات كتربية الأطفال تتطلب انضباطا تاما. هل تنوي إنجاب الأطفال يا جون؟ أبي، بالحديث عن الأطفال، أنا لم أعرفك بعد على ابني يا جون. قلت ابنك؟ لم تذكر ليز أن لديها أخا. جون، هذا بيتي، إنه مصدر فخري وسعادتي. لقد ربيته منذ أن كان طفلاً صغيراً. يمكنني ائتمان حيواناتك عليه، صحيح؟ طبعاً، لا بأس بذلك. لأنه إذا حصل له شيء لا أعرف ماذا سأفعل، لكنني أحزن لسجنه في قفص. فتقيدنا عوضاً عنه، هي تقفل النوافذ دوماً وأنت تفتحها دوماً. يقول إن الجو خانق. أليس أذكى وأظرف طائر صغير؟ إنه الابن الذي لم أرزق به. أنا أعتبره طرياً وممتلئاً وسأكله كمقبلات. حان وقت الوجبة. هيا تفضل، جرب وسترى ما سيحدث. سأستمتع كثيرا بهذا، صدقني. واجهت المتاعب لمطاردتك. لا تفني، تشاجر معي، كافح، توسل. أرجوك سيد الهر، لا تأكلني. قل لي، هل حمسك ذلك أكثر؟ عليك أن تبلي أفضل من ذلك. أحذرك غارفيلد، إن رأيتك مع الطائر مجدداً لن تحصل على المكافأة أبداً، ولم تشاهد التلفاز لشهر. لا، مهلاً. لما ابتهجت لو كنت مكانك. نتيجتي ناقص واحد، أما أنت ناقص اثنين. انسى كيس الريش عديم الطعم، إن الأمر أشبه بالتحمس لقطعة خبز أبيض. اللحوم الباردة المقطعة أكثر حماسة من أي شيء. أرجوك 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 سيد هير، التهمني. هيا، أعرف أنك ترغب بذلك جدا. يفترض بك أن تتوسل إلي كي لا آكلك. أعترف أنك تبدو مغريا داخل الشطيرة. لماذا تتأخر؟ أسرع. حسنا، إن أصررت. بيتي؟ عفواً، لقد نفدت المقبلات. سوف أقصد المطبخ وأحضر المزيد منها. أوه، لقد حضرت شطيرة ال... شطيرة كناري؟ أحذرك للمرة الأخيرة غارفيلد، إن حدث مكروه للطائر سأطعمك الخبز والمياه مدى الحياة. هل كلامي واضح؟ سأبتعد قدر المستطاع عن ذاك الطائر المريض. بيتي، بيتي، أين أنت؟ تعال إلى أمك. ليس الطبيعة لا يتركني مطولاً. لا تقلقي أمي، لم يبتعد. أجل،
هذا المنزل ليس قصراً. لعله في الأعلى، سنبحث عنه إن أردت. ممتاز، سأبتعد عن المشاكل حتى مغادرة الضيوف. اشتقت لي؟ بيتي؟ غارفيلد! بيتي لا! بيتي! هل فعلت ذلك؟ ظننت ذلك؟ بيتي! سأعود. ابق مكانك، لا تقترب أكثر. اسمع، العالم قاس وبارد كثيراً ومليء بالهرر الجائعة، وليس ضعفاء مثلي. سأجازف بحظي. يجب أن تعتني بنفسك، وحين تمرض لن يحضر أحد حساء الدجاج لك. الطيور لا تأكل حساء الدجاج. صحيح، حسناً. وماذا بشأن بيتي؟ سوف تنهار، لقد ربتك وغذتك. بل قيدتني، لقد أردت الهروب منذ البداية وفعلت ذلك الآن بفضلك. أنا حر كالطائر. وداعا غارفيلد. لا 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 لا. لعل هذا أفضل. أمي، كم مرة أحضرته إلى العيادة لأنه كان يرتطم بالنافذة المغلقة؟ سيكون سعيدا في الخارج. سأكون صريحاً جداً معك أرباكل، لم تعجبني منذ أن رأيتك، لكن بعد ما فعله هيروك. أعرف، إنه أمر لا يغتفر، إنه... إنها معجزة! لطالما أزعجني هذا الطائر، حاولت التخلص منه منذ زمن، لكن بفضل هيروك رحل نهائياً. من الآن فصاعداً، أنت من العائلة. هذا رائع، لا أعرف ماذا أقول لك سيد... سيد بوب؟ سيد ويلسون، وإلا سأغير رأيي. غارفيلد؟ علي أن أنتهي من ذلك، علي أن أواجه قدري بكرامة، سأتوسل. جون الحنون، أشفق علي، أنا أرجوك. غارفيلد، أين كنت بعد الظهر؟ ستبرد مكافأتك. مكافأتي؟ تددا، استحققتها غارفيلد، أصبح السيد ويلسون يؤيدني بفضلك أنت. كما تبين، لا يطيق والد ليز الكناري، أسديت له خدمة عبر المساهمة في هروبه. سيد ويلسون، نتشارك الآراء نفسها. ما أجمل رائحة الريف. قرية، أليس من الرائع تمضية الأسبوع مع أخي في المزرعة؟ لا. أليس من الرائع الابتعاد عن التلفاز؟ لا. ألن يكون من الرائع أن نستيقظ عند بزوغ الفجر ونعمل في الحقول والمنزل؟ لا لا ولا بهذا الترتيب. 7 أيام بدون تلفاز وبيتزا، وجون ينادي أخاه باسم يكرهه. لا تنادني داك بوي، لا تنادني داك بوي، لا تنادني داك بوي، لا تنادني داك بوي. داك بوي، داك بوي، داك بوي. أخبرتكم ستحب العمل في المزرعة جون، إنه مكان مدهش. هذا هو مساعدي رالف، كيف الحال رالف؟ بخير سيد أرباكل، سأذهب الآن لكي أحلب البقر. ثم سيجمع رالف البيض الذي وضعته الدجاجات في هذا اليوم، إنها نشيطة جداً. تبدو كذلك داك بوي. لا تنادني داك بوي، لكن لاحقاً سأحلب أنا أو هو البقر، أبيع الحليب والبيض والمحاصيل في سوق المزارع المحلي. سيكون العمل ممتعاً هنا،
داك بوي؟ لا تنادني داك بوي. أنت مسرور لكونك هنا أودي؟ سأبدأ بحلب البقر سيد أربكل. سأسألك شيئاً، حصلنا على إعلان ويقول قنوات عالية الوضوح 250 قناة للأفلام والرياضة والموسيقى والبرامج مثل مليونير سمي السمكة. انسى أمرها، لقد منعنا التلفاز في هذه المزرعة. ما من تلفاز؟ إنه تصرف غير إنساني. يعرض التلفاز برامج جيدة. ربما، لكن صوتنا، صوتت كل الحيوانات وقررنا جميعاً منع التلفاز في المزرعة نهائياً. أترغبن في التلفاز أيتها السيدات؟ هاي ما أدراها مجموعة الأبقار. سألتك فحسب. انتهينا، لا تلفاز في المزرعة. هيا جون، رافقني إلى السوق لإحضار المعدات. لا بأس، داك بوي. غارفيلد وأودي، أنجزا الواجبات أثناء رحيلنا. إليك القائمة. واجبات؟ أهي شبيهة بالعمل؟ أوه، قبل أن أنسى جون، لا تنادني داك بوي. داك بوي، داك بوي، داك بوي. أوه، الأعمال كثيرة أودي، لنبدأ العمل على الفور. أولاً، تكنيس الأوراق. ثم غسل النوافذ في الحظيرة. ثم جمع الحطب هناك. فوتت موقعاً. عجباً، لقد فوتت كل برامجي المفضلة. أعرف، لقد صوتوا. حسناً إذن، سأطالب بإعادة الإحصاء. الإحصاء أي العد؟ تحلبان هكذا. أليس من الأسهل الذهاب إلى السوق؟ لديهم ثلاجة ملأة بالحليب. ما رأيك لو تجرب أيها الهر؟ إنها طريقة غريبة للحصول على الحليب. أعذري المخالب سيدتي. تظن ذلك مضحكاً، أليس كذلك؟ آسف، مللت من عدم مشاهدة التلفاز في المزرعة. التلفاز؟ ما الذي يميز التلفاز؟ ما الذي يميزه؟ تشاهدين العالم كله من دون النهوض والتحرك. انظري إلى القنوات الرائعة، هذه قناة لعبة الحجلة، وهذا هنا برنامج للأبقار. برنامج طهو لألذ طعام مشتر. أوه، أخبرني المزيد. كل البرامج التلفزيونية رائعة. هل سوف نحصل على تلفاز قريباً؟ أعمل على المسألة. الخطوة التالية هي إقناع الدجاجات والجياد. قريباً، هو قريباً جداً، سيبدأ دوركم. نحن نقترب من مزرعتك داك بوي. فعلاً، ولا تنادني داك بوي. داك بوي، داك بوي، داك بوي. هاي، هذه شاحنة شركة التلفاز، ظننت أنك لن تطلبها. هذا ما ظننته أيضاً. إنه جاهز. أنا لم أطلب التلفاز أبداً. طلبه مساعدك، اتصل وأسرعت إلى هنا، وصلنا قبل عامل البيتزا.
بيتزا. مرحبا، لقد أتيت من المدينة البعيدة لأحضر فطائر فيتو كما طلبت داك بوي. سأرى ما الذي يجري ولا تنادني داك بوي. سر الطعام المشتري الجيد هو البدء بطبقة عشب علوية، لذا تجنبوا النباتات الشائكة واللاصقة أيضاً. هاي، ماذا تفعلنا؟ يجب أن توفرنا الحليب. لا توفر الأبقار الحليب، ولكن لا بأس، وضعت الدجاجات بيضاً وفيراً اليوم. كيف حال إنتاج البيض؟ الدجاجات لا تضع البيض. على الأقل الجياد ليست مستلقية وتشاهد التلفاز. هل تتحداني؟ ماذا تفعلون؟ لا أحد يعمل، سأجد المسؤول عن ذلك. أشعر أنني أعرفه جيداً. والآن سيدة إدنا فلورب، مقابل مليون دولار، أيمكنك تسمية السمكة؟ إنها شبيهة بهربرت. العيش في المزرعة ليس بهذا السوء الآن. الأبقار تشاهد التلفاز وتأكل البيتزا، والدجاجات تفعل ذلك أيضاً، حتى الجياد تشاهد التلفاز وتأكل البيتزا. أو تعرف أيضاً ما هو الذي أخبروني به؟ قضي علي، ستتوقف مزرعتي عن العمل. أنا آسف داك، لقد كرست حياتي للمزرعة و... داك، ناديتني داك؟ نعم، أعتقد ذلك. كم هو رقيق. أتعرف يا جون منذ متى ناديتني داك عوض داك بوي؟ منذ فترة. آسف سيدة فلور، اسم السمكة الذي لم تحذري هو هربرت. أخبرتكم. سنطلب رقماً عشوائياً لنرى إن كان هناك مشاهد محظوظ يحذر ما اسم هذه السمكة. إنه السلمون المرقط ذو القشرة الفضية. أعرف سمكتي. إن شاهدنا الشخص الذي نتصل به وحذر السمكة سيفوز أو تفوز بمئة ألف دولار. لا تتأمل كثيراً، ثم احتمال واحد على مليار أن نتلقى اتصالاً هنا. أخطأت. مرحباً سيدي، هل تشاهد برنامج سمي هذه السمكة؟ كلا، لا أشاهد التلفاز. بلى، أعتقد أنني أشاهده. ممتاز، مقابل مئة ألف دولار، هل حذرت ما اسم هذه السمكة؟ طبعاً، السلمون المرقط ذو القشرة الفضية، لماذا؟ صحيح، صحيح، لقد فزت بمئة ألف دولار، مبروك، لقد ربحت. داك، هل أنت بخير؟ أنا آسف جداً لأنني أفسدت مزرعتك سيدي. من يحتاج إلى المزرعة؟ أنا ثري، أنا ثري، أنا نوعاً ما ثري، أنا ثري. اتبع الرجل أودي، إنه ثري، إنه ثري، نوعاً ما. شاشة كبيرة، كل هذه البيتزا عطلة مدفوعة لحيواناتك. سينفد مال المكافأة بسرعة. حين ينفد سأهتم بالمزرعة، ستعرض البرامج ثانية حينها. البيتزا لذيذة هنا. حسناً. Thank you.
الحيوان الأليف. غارفيلد! 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 أوه، هذا أنت نورمو؟ ظننت أنه أتى أحد غيرك. ظننت أنك قد ترغب بمعرفتي أنني أدخلت إلى مسابقة عرض حيوانات. لست مهتماً. لا تشعر بالغيرة غارفيلد، ليس ذنبك إن كنت رائعاً على عكسك ولا تعرف أي حيل. طبعاً أعرف حيلة، تود رؤيتها؟ إنها حيلة دفع الهر خارج الحديقة ورميه إلى سلة نفايات. ألا أتقنها جيداً؟ حسناً غارفيلد، لذلك لن أشاركك اللازانيا أبداً. اللازانيا؟ أي لازانيا؟ أين هي اللازانيا؟ أول مكافأة هي 45 كيلوغراماً من لازانيا فيتو. مؤونة 3 أيام من لازانيا فيتو؟ لأتقدم بطلب. لن تنجح غارفيلد، لست ظريفاً كفاية لتدخل عرض الحيوانات. مؤكد سوف يسخر منك الحكام. حقاً؟ سوف نرى ذلك. يا له من هر غير ظريف. أكره أن يكون نورمال محقاً. لم تنجح غارفيلد؟ أنا آسف. أنا والحكام متساوون، إنما هم ليسوا ظريفين. لا بأس أودي. سيد أربكل، آسف لرفض هرك، لكنه ليس ظريفا. وأنت لست شبيها بعارض أزياء صديقي. أهذا كلبك؟ طبعاً، اسمه أودي. هذا أكثر كلب ظريف رأيته خلال سنين من التحكيم. أدخله في المسابقة. شارك أولستر، سأكون مديرك إن فزت، وسنتقاسم الجائزة. حقاً، انتبهوا، لم أقل بالتساوي. من الواضح أن كلبي يرغب في المشاركة. ممتاز، سأملأ استمارة الآن. لدينا 83 متسابقاً. 83 متسابقاً؟ كيف سيفوز أودي باللازانيا ضد 83 متسابقاً؟ علي أن أقوم بأمر لتخفيض العدد. غارفيلد، حين سمعت أن الجائزة هي اللازانيا علمت أنك ستشارك في المسابقة. ليس أنا، ليس لأجل هذه اللازانيا. ظننت أنك تحب لازانيا فيتو. لم تعد كذلك، ليس بعد أن جعلها فيتو صحية. لازانيا صحية؟ أليس هذا تناقضاً؟ أجل، يصنعها من الصويا والتوفو، ومن ثم يضيف التوفو والصويا. تبدو رهيبة. لن آكل هذه اللازانيا، يوضح ذلك الكثير. سأشارك في العرض في جانب المدينة الشرقية. الجائزة هناك هي لازانيا لذيذة. هي، إن كانت هذه الجائزة الكبرى أشارك فيها. تخلصت من متسابق. حقا في جانب المدينة الشرقية؟ لم أضلك صديقي. أوه، أنت تعرف مكان اللازانيا الجيدة دوماً غارفيلد. دائماً. هيا اخرجوا بسرعة، هيا، ولا تعودوا إلى هنا أبداً، هيا. 79، 80، 81. فوت واحداً. أيها السادة والسيدات، هل لي بانتباهكم؟ يبدو أننا فقدنا معظم المتسابقين. أتساءل إلى أين ذهبوا؟ لدينا متسابقان فقط، الكلب أودي. والهر نورمال. نورمال، المتسابق الذي نسيته. سيتنافس المتسابقان في أحداث عديدة لتحديد الفائز، بدءاً بمسابقة الظرافة. أعرف أنك تشجع أودي غارفيلد، لكن لن يهزم نورمال في مسابقة الظرافة، أنا واثق من ذلك. حقاً؟ سنرى ذلك. أولاً، سيعطي الحكام علامة لأودي على الظرافة. أوه.
كم أحب المسابقة الفكرية الجيدة. حسناً، سنرى علامة الحكام لأودي. يحصل أودي على 8.9، المجموع 27 نقطة. والآن سنختبر ظرافة نيرمول. سنضع الآن القطن في أذني أودي. سأكون سباقاً في هذا المجال، أنا أضعف من أي مخلوق آخر. شاهدوا ماذا يحصل حين تفركون مخالبكم على لوح أسود. ضمن مسابقة ظرافة يمنح الحكام نورمال علامة 1 و0 و -3. لا أصدق، أنت غير ظريف كالهري السمين الذي شارك سابقاً. وفي هذه الحالة فاز أودي بالحدث الأول. جائزة اللازانيا ستكون لي. حسناً، لي ولأودي، لكن معظمها لي. لن نخسر إطلاقاً. يرتكز الحدث التالي على الذكاء. بل قد نخسر. الهدف هو العثور على غرضين متطابقين هنا. يا ويلي، نرمل أولاً. تجهز، تحضر، انطلق. وجد نرمل حذائين متطابقين في 7 ثوان. لنرى مهارتك أيها الكلب. حسناً صديقي، هيا اختر غرضاً. حذاءً. حسناً، اذهب واختر حذاءً آخر. لا، إن هذا قفاز، أحضر حذاءً. لا، إن هذا ضوء، أحضر حذاءً. لا، إنها صورة لألفيس بريسلي، نحتاج إلى حذاء. حذاء. لا، هذه ماسة كلوبمان. آسف، أحضر أودي كل شيء باستثناء الحذاء المتطابق، لذا سيفوز نورمال ويضمن النتيجة. أودي، لماذا لا تحضر لي حذاءً؟ أنت لست بهذا الغباء. لماذا لا تفهمني؟ ستحسم المسابقة بالحدث الأخير، الحاجز. ليخرج الجميع الآن. من يبلغ نهاية الحاجز أولاً يفوز بالمسابقة، وسيفوز باللازانيا الساخنة من الطاهي الإيطالي فيتو. هيا تحضرا، تجهزا، انطلقا. واو، رائع، عظيم جدا، هذا جميل. يقترب نورمال من خط النهاية. تقبل الواقع غارفيلد، لقد خسر أودي. لن أتخلى عن اللازانيا من دون نضال. يتجه نورمال إلى خط النهاية، أظنه سيحسم الحدث. صورة أخرى نورمو. جمهوري. ما هذا؟ توقف نورمال قرب خط النهاية لالتقاط صورة. صورة أخرى. ابتسم هكذا. صورة جانبية. صورة جانبية أخرى. إلى جانبك الجيد الآخر. ماذا يجري؟ أتى أودي من الخلف ويتجه إلى خط النهاية. أنا لم أفز بعد. يبدو أن الوضع سيبقى على حاله. لقد أحسنت أودي، أنت بطل. والآن استمتعا بجائزة اللازانيا. أوغارفيلد، فاز أودي بالمسابقة، اقتسماها بعدل. أتى
أتعتقد أنني لن أفعل؟ أتعتقد أنني سأغش أحداً بحصته من اللازانيا؟ يحصل أودي على قطعة وأنا أيضاً، هل من أمر أكثر عدلاً؟ هذه قطعتك وهذه قطعتي أنا، لن أكلها كلها الآن، البعض منها الآن والبعض الآخر بعد 8 دقائق، سأستمتع بها. ما من عرض حيوانات في الجانب الشرقي؟ ماذا؟ ما من عرض حيوانات في الجانب الشرقي؟ ويلي، حين أحظى بالكاذب الشرير الذي أخبرني نعم، سرنا إلى هناك وعدنا ونحن جائعون جداً الآن، ما تعليقك؟ أتريدون بعض اللازانيا؟ شكراً، ظننت أنك لن تعرض علينا. موفقو الحيوانات الأليفة. عد بها غارفيلد، يجب مشاركة البيتزا. لا تقلق، سأترك لك القشرة. عد بهذه الوسادة. إنها وسادتي، دفعت ثمنها. لكنني نثرت وبر الهر عليها. أوه، فأر غارفيلد، ثمة فأر في المطبخ، تصرف لإخراج الفأر حالاً. أنا أفعل ذلك، أكل كل الجبنة. أوه، جون وغارفيلد لا يتفقان مؤخراً، صحيح؟ تريد أن يكونا صديقين، أليس كذلك؟ يجب أن نتصرف، لا أستطيع العيش في منزل مليء بالشجار، أنا فأر حساس. أعتقد أن لدي فكرة، هل تساعدني؟ حسناً، إليك ما عليك فعله. سنشاهد العرض الموسيقي. سنشاهد فيلم الوحش. سوف نشاهد 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 العرض الموسيقي. سنشاهد فيلم الوحش. العرض الموسيقي. فيلم الوحش. العرض الموسيقي. فيلم الوحش. لا لا، سنشاهد العرض الموسيقي. سنشاهد فيلم الوحش. العرض الموسيقي. فيلم الوحش. العرض الموسيقي. فيلم الوحش. قلت العرض الموسيقي. وقلت فيلم الوحش. العرض الموسيقي. فيلم الوحش. العرض الموسيقي. فيلم الوحش. العرض الموسيقي. فيلم الوحش. لدينا برنامج جديد اسمه بات ماتشرز، مهمتنا هي مطابقة الحيوان ومالكه. كل أسبوع نخضع مالكاً وحيواناً لاختبارات عديدة تقيس نسبة تطابقهما. الأسبوع الماضي قصدت نمرة وكلبها، كان عدم التطابق واضحاً. بعد اختباراتنا غادرت مع الكلب الذي يناسبها. يبدو هذا مثيراً للاهتمام. علينا المشاركة في البرنامج. سيخضعان للاختبار ويكتشفان أنهما متطابقان ويتوقفان عن الشجار. في حال نجح الأمر. العرض الموسيقي. فيلم العرض الوحش. الموسيقي. فيلم الوحش. فيلم الوحش. العرض الموسيقي. سنشاهد فيلم الوحش. والآن عدنا إلى بات ماتشرز مع مضيفكم تشاكي أنتا. أهلا بكم. سنختبر اليوم جون أربانكل. جون أربانكل. حسنا جون أربانكل، لنرى إن كان يتطابق مع هاري غارفيلد. آمل ألا يطلب مني الغناء. حلل الكمبيوتر هواياتكم،
هذه نتيجتك جون أربانكل. أيام الصيف، الأشخاص الودودون، التنزه على الشاطئ، مباراة البيسبول. نعم، هذا أنا. وهذه هي هوايات هيريكا وفق الكمبيوتر: اللازانيا بلحم العاجل وبالنقانق، واللازانيا بالسبانخ، المزيد من اللازانيا بلحم العاجل. اللازانيا؟ كمبيوتر ذكي. لنرى المجالات التي تهم كليكما. الرياضة المفضلة. الهواية المفضلة. أرغب في قيلولة بسبب هذا الاختبار. سيد يانتا، هل خولتك الاختبارات تحديد شخصيتي؟ نعم، لا تتمتع بشخصية، لذا حددنا أنك أنت وهيروكا غارفيلد. غير متطابقين. غير متطابقين؟ يجب ألا يكون غارفيلد هاري؟ هذا صحيح، لا تقلق أبداً، حددنا الحيوان المناسب لك وأيضاً الملكة المناسبة لهيريك. هل أعيش مع شخص آخر غير جون؟ إذن يا غارفيلد، ملكك الجديد هو فريدي أبلغيت بسن 9. أين هاري الجديد؟ أريد هاري الجديد. مرحباً هيري الجديد. يا للهول، لكن أنا وغارفيلد. جون أربانكل اسمع، رأينا أن الحيوان المناسب لك وفق الكمبيوتر هو هذا الضفدع. أمتأكد من أن الكمبيوتر لم يخطئ؟ الكمبيوتر لا يخطئ أبداً. الآن اذهب إلى منزلك وسوف يتبعك طاقم تصوير ويطلعنا على كل مجرى الأمور. لطالما لم أحب ذلك. سأخذه إلى المنزل وأتمرن على صاروخ إلى المريخ. لا تحزن يا أودي، سيناسب صديقنا الجديد حياتنا وسنتفق. هيا بنا يا صاح. هذا هو كل ما يفعله. فكر بإيجابية، تأكد بأن غارفيلد مرتاح في منزله الجديد. أيها الهير، حان وقت الغداء. هل ذكر أحدهم الغداء؟ أجل، قلت غداء. أوه، عجباً، سأحب هذا المكان. الغداء هو اللحم والبطاطا والذرة، والحلوى هي البوضة والفاج. ماذا بشأن الهر؟ ماذا بشأن الهر؟ ستحصل على وعاء من كيتي كرانشيز. إن كنت تظن أن هذا طعام كله. أنت هيري، ستنفذ ما أطلبه. سنلعب الصاروخ إلى المريخ. حقاً؟ لن أحب لعبة صاروخ إلى المريخ. تجهز للانطلاق إلى المريخ. 3، 2، 1، انطلق. كنت محقاً في ذلك، لا أحبها. لا أحبها على الإطلاق. إذن فروكي، أتريد التنزه؟ مطاردة الطيور؟ القيام بأي شيء؟ ركل الجرو عن الطاولة؟ أنا أحب الحيوان القديم الذي كان عندي. إنه الحيوان الأكثر مللاً في العالم. الوضع أكثر حماسة في منزل غارفيلد الجديد. يريد أن يلعب الشرطة والسارق، وسألعب السارق. أين الهر السيء السارق؟ لا توقف. سأعتقله فوراً وسأنفذ العقاب الأقصى بحقه. هذا هو العقاب الأقصى. ربما يختبئ هنا في مكان ما.
سيتأسف حين أقبض عليه. أشعر بالأسف سلفاً. كلا، ليس هنا، سوف أبحث في الخارج. أشعر بالأسف. أمسكت بك. ليس أكثر مما سأكون عليه. يقاوم السارق، يحاول أن يهرب. فكرة رائعة. سيفر بسيارة الهروب. حقاً؟ وأيضاً ستطارده الشرطة بسرعة. النجدة، اتصلوا بنادي السيارات. لم يفعل جون ذلك بي كما أنه كان يحضر اللازانيا. أنا عاجز عن التحرك. أين هيري؟ لدي لعبة أخرى له. بلى، أستطيع التحرك. سأعيد غارفيلد إلى حياتي. سأعيد جون إلى حياتي. غارفيلد، هل يمكن أن تكون هيري الوفية مجدداً؟ جون، أريد أن أعود وأن تكون أنت من يطعمني. هذا إذن ما سجلته الكاميرات. مطابقة الحيوانات لم تنجح، ولكن لحسن الحظ صويت الأوضاع. غارفيلد وجون اجتمعا مجدداً، ويملك فريدي حيواناً جديداً. سنلعب صاروخ إلى المريخ. هاي، عد إلى هنا، أنت ضفدعي. أما الآن فنقدم لكم الكلب أودي. يسرنا اجتماع المالك والحيوان من جديد، ولنشكركم للسماح لبيت ماتشرز بمطابقة حيوانكم، لدينا هدية لكم. آمل أن تكون طعاماً. احتسب الكمبيوتر في برنامجنا موقع العطلة المثالي، وسنرسلكم إلى هناك وندفع كل النفقات. موقع العطلة المثالي؟ أتوق لذلك. موقع العطلة المثالي؟ ظننت أن الكمبيوتر لا يخطئ في ذلك أبداً. الكمبيوتر لا يخطئ، الهيررة تخطئ. ضفدعي. لا تنظر إلي هكذا غارفيلد، قال المذيع أن الطقس مشمس والحرارة مرتفعة جدا. تمطر دوما حين يقولون ذلك. يا للحظ السيء، حظي سيء مؤخرا. جيد، لقد توقف المطر، سأصطاد السمك الآن. هاي قوس قزح جميل، أتعرف ما يوجد في نهايته أودي؟ وعاء ذهب. أجل، في نهاية كل قوس هناك وعاء ذهب يحرسه جني. يا للكلب السخيف، لقد صدق الخرافة عن وعاء الذهب. سيكتشف أن الطريق طويلة حتى نهاية القوس. Wow!
أين وعاء الذهب؟ لقد أخذه أحدهم. إن ذلك يتكرر كلما برز قوس قزح يأتي باحث عن الكنوز. سيعود أودي قريبا، المزيد من الحظ السيء، سيريدني ربما أن أرمي العصا. سأنام الآن. لا، لا أريد أن أرمي وعاء الذهب كي تجلبه. يفعل ذلك دوما، ارمي وعاء الذهب كي أجلبه. إنه، إنه وعاء ذهب، إنه لي، إنه لي، إنه لي. هيا تكلما، من أخذ وعاء الذهب؟ إنه لا، إنه لا، إنه لا. أنا أتوسل إليك أيها الهير، لا يساوي الجني شيئا بدون الذهب. أرجوك 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 عد، سأكافئك، أنا سأعطيك كل ما تريد. حسناً، أريد وعاءي ذهب. لا، ثلاثة، ضع فيهما البيتزا أو اللازانيا. إذن أنت تحتاج إلى الحظ الجيد، أنا سأهتم بذلك بنفسي، سيكون هذا كل ما ستحصل عليه، الحظ الجيد. تتصرف بذكاء الآن، إذن إليك الحظ الجيد. لم يكن هذا حظا جيدا. أنا أهدر وقتي عبثا، لقد دفع المطر الأسماك عميقا. خذ غارفيلد، اسحب الصنارة بينما أحضر السيارة. ولماذا أسحب الصنارة؟ لماذا؟ هودي، اصطدت سمكة، اصطدت سمكة. لا، بل هي اصطادتني. هذا ليس حظا جيدا. يا للسمكة الرائعة غارفيلد، أنت الهر الأوفر حظاً في هذا المكان. لو كنت محظوظاً، لماذا توجد السمكة فوقي؟ سأضعها على الشواية حالاً. لا، لست محظوظاً، أنا لا أكل سمكة كبيرة من دون صلصة. أين سنجد 100 جالون من الصلصة؟ هذا ترانس تارتار، اسمعوني جيداً، نحن شركة شحن صلصة التارتار ونواجه مشكلة في المحركات. أكرر، أين سأجد 100 جالون من الصلصة؟ هذا الشيء لا يسقط من السماء. علم ترانس تارتار، خفف وزن الطائرة 100 جالون. علم. ها؟ أنا غير محظوظ اليوم. أشعر كأني سمكة. هاي، ربما هناك حقيقة خاصة بأغراض الحظ أودي. إن قررت مثلاً أنني أريد بعض البوظة. الأمر ليس سيئاً، يمكن إضافة الشوكولاتة. علي العثور على وسيلة لتحويل الحظ إلى مال. بعد قليل سنختار رقم اللوتو الرابح، سيفوز شخص ب30 مليار دولار. 30 مليار دولار؟ هذه فرصتي. حصلت على تذكرة أوتستر. الرقم الفائز هو 7777777777777 3
يا للمفاجأة. لقد وجد خارج القصر الذي قام بشرائه غارفيلد الذي هو الهر الغني. يتضمن المنزل 84 غرفة وقد تحتوي نصفها اللازانيا. يا للوجبة الخفيفة الرائعة. الآن أين رئيس الخدم؟ أتريد شيئاً آخر سيدي؟ عذراً سيدي، يقرع أحدهم الباب. أوه، سأفتحه. لم أمشي منذ عدة أيام. الثراء أمر رائع. أنا محظوظ لأنني أتمتع بهذا الحظ. كيف الحال قريب غارفيلد؟ لست قريبك مهما كنت. لقد سررنا كثيراً بالتمتع بقريب ثري. نطوق للسكن معك جميعاً. قريبي جميعاً؟ يا للميلان رائع. أين غرفتي؟ أنا أنت غرفتي. سيقيمون العشاء. متى يقدم العشاء؟ إنه جرس الباب الخلفي. من يقرعه؟ الهر غارفيلد، لقد أتيت لتستثمر ثروتك بمشروعي التجاري اليويو الكهربائي المميز. ستمتلك قطعة بضع مليارات وتستثمر كل ما تملكه بمشاريع أصدقائي. استثمر مشروعي. مشروعي. استثمر مشروعي. مشروعي. بضع مليارات فقط. أخيراً أنا بمفردي ولا يطمع أحد بمالي. سيد غارفيلد، أنا من الحكومة، تدين بضرائب لثلاثين مليار دولار. ضريبة الدولة، ضريبة المبيعات، وأيضاً ضريبة. هاي، بينما أنا هنا أحصل ضريبة المشروع. سأتخلص من الحظ الجيد. علي العثور على حظ سيء. المشي تحت السلم يجلب الحظ السيء. إلى أين استثمر مشروعي؟ هيا هيا تعال إلى هنا. وكذلك كسر المرآة. غارفيلد، لماذا دهنتني بالأسود؟ لا تسألني، فقط أعبر مساري. عبور هر أسود مساركم ليس مستحباً. ربما تخلصت من الحظ الجيد الآن. أعتقد أنني سأحضر الغداء، ربما كشطيرة سردين مثلاً. أو لا، ما زال حظي جيداً. أودي، أتذكر أين وجدت وعاء الذهب؟ يا خذني إلى هناك فوراً. علي أن أدع الجني يستعيد مني حظي الجيد قبل أن يدمرني. إذن تريد إبعاد الحظ الجيد أيها الهر. أرجوك أرجوك أرجوك، عليك أن تفهم، إذا أردت إبعاد الحظ الجيد سأخذ 30 مليار دولار. خذها من فضلك. حسناً أيها الهر. أودي، لقد اختفى حظي الجيد. سأتأكد من ذلك. فلتسقط أطباق اللازانيا من السماء الآن. اختفى. هيا صديقي، لنحصل على اللازانيا بطريقة غير محظوظة. سآمر جون بشرائها. لقد تعلم الهر درسا قيما، أنت تصنع حظك. أما بالنسبة لي أنا، حصلت على 30 مليار دولار. أنا محظوظ. سيد أوروك، أنا من الحكومة، تدين بضريبة على 30 مليار. ضريبة الدولة 9 مليارات، ضريبة المبيعات 4 ملايين، ضريبة الزفير و